وعلى الحديث عن مباريات الدوري الإنجليزي ينضم إلينا عبر تطبيق زوم من برشلونة أيوب الجبلي الناقد الرياضي. بعد التحية، يعني أرسنال يحل ضيفا اليوم على فولم في ديربي لندني، كيف ترى المباراة في ظل سعي أرسنال لتعزيز الصدارة؟ صباح الخير، موي بونوس دياس. بعد تقليص الفارق ليلة الأمس إلى نقطتين، فنادي أرسنال يود الابتعاد بفوزه اليوم بخمسة نقاط ضد خصمه مانشستر سيتي، ويرد العودة إلى سكة الانتصارات، فسوف يكون الفوز الخامس على التوالي، واليوم أمام ضحيته المفضلة وهو جاره نادي فولهام. فإذا شاهدنا المباريات التاريخية ما بين هذه الأندية، فلعبوا 60 مباراة، فقط 8 مباراة فاز بها نادي فولهام، وآخر فوز لهذا النادي يجب أن نعود إلى موسم 2008. فأظن بأن نادي أرسنال سيكتسح الانتصار اليوم وسيعود إلى القمة كما هو مطلوب إليه. نعم أستاذ أيوب، سأنتقل إلى مباراة أخرى، مانشستر يونايتد يستضيف ساوثهامبتون على ملعبه، هل ستؤثر الخسارة الكبيرة أمام ليفربول على اليونايتد في اللقاء؟ لا أظن ذلك، أظن بأن الأمر سيكون عكس ذلك، أظن بأن هذه الخسارة الثقيلة تحصل مرة كل 10 سنوات، وأظن بأن النادي استفاد من هذه الخسارة. فلقد شاهدنا هذا الأسبوع يوم الخميس مباراة اليوروبا ليج، النادي فاز ب4-1 ضد نادي ريال بيتيس، فلا أظن ذلك، أظن بأن مانشستر يونايتد لقد تعلم هذا الدرس ولن يكرر هذا الأمر، وسيعود إلى المنافسة وسيعود إلى مانشستر يونايتد الذي شاهدناه، مانشستر الجديد الذي اكتشفناه مع المدرب الهولندي الجديد إريك تين هاغ. فأظن بأن مانشستر يونايتد سيرد التلاحق بكل من مانشستر سيتي وأرسنال، وهدفه هو التأهل إلى دور الشامبيونز ليج الموسم المقبل. قطعا، يعني مانشستر سيتي ما زال يطارد أرسنال على الصدارة، فكيف ترى الصراع على قمة البريمير ليج؟ هل السيتي ما زال مرشحا للقب؟ بطبيعة الحال لدينا أكثر من 30 نقطة يجب المنافسة عليها، وهناك مباراة القمة ما بين كلا الأندية يوم 26 أبريل على ما أظن، سوف يناجه مانشستر سيتي في ملعبه يستضيف نادي أرسنال، وهناك يجب عليهما التنافس على 3 نقاط. حاليا هناك فارق فقط لنقطتين، صح هناك مباراة ناقصة لنادي أرسنال، أظن بأن هذا هو السبب لأننا نعشق دوري البريمير ليج، فالمنافسة أظن سوف تكون حتى لآخر مباراة لآخر يوم في الدوري الإنجليزي، ولا يمكن أن نعطي فائزا منذ الوقت الحالي، فالدوري طويل جدا ويمكن أن ينعكس الأمور ويمكن أن يتصدر مانشستر سيتي الدور النهائي. يعني لدي سؤال أخير، بما تفسر النتائج السيئة لليفربول وخاصة الخسارة أمام بورنموث؟ ممكن أن نبرر بهذه الأمور بأن نادي ليفربول يعاني من عديد من الإصابات، فهناك بعض اللاعبين الذي عادوا إلى النادي يعني محور الدفاع فيرجيل فان دايك، ولكن ما زال ينقص النادي كل من تياغو ألكانتارا، نابي كيتا، المهاجم لويس دياس أو المدافع جو غوميز. صراحة الفوز الكبير الذي كان ضد مانشستر يونايتد له العديد من الدوافع، أظن بأن أبرزها وهو بأن نادي ليفربول كان يريد أن كيف نقول، يعني يريد أن يفرح جمهوره أمامه بعد الخسارة القاسية الذي جناها في الدوري الأبطال، وأيضا ممكن أن نقول بأن مانشستر يونايتد كانت له ثقة في النفس زائدة لخوض هذه المباراة، وكما قلت سابقا هذه الأمور يعني هذه المباراة بعدة أهداف تحصل مرة كل 10 سنوات، فهذا هو تبريري لهذه المباراة. أظن بأن ليفربول سيستمر في جني يعني المباريات السيئة، نتائج سيئة،
حتى ينتهي الموسم. لا أعتقد أنه سوف يتأهل إلى المباريات الأوروبية، فسوف نبدأ بمشاهدة بناء نادي ليفربول جديد مستقبلا. نعم، يعني من يعلم، ربما المباريات القادمة تحمل الكثير والمفاجآت للمتابعين. أشكرك أيوب الجبلي الناقد الرياضي، كنت معنا عبر زوم.